السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرد المرحلة الأولى، الفرد الأول في الدورة الأولى، مادة النشاط العلمي للمستوى الأول. إذن نبدأ على بركة الله. أصل كل حاسة باسمها ومجال استعمالها. إذن نصل كل حاسة بعضوها أو اسمها ومجال استعمالها. إذن اللمس، عضو حاسة اللمس هو الجلد، والجلد يغطي كافة الجسم، وهنا اليد. إذن عضو حاسة اللمس هو الجلد. مجال استعمال الجلد، الإحساس بالبرودة، السخونة، النعومة، الألم. إذن البصر، عضو حاسة البصر العين. إذن العين، إذن بواسطة حاسة البصر نبصر الأشياء، نبصر الأشياء، نشاهد التلفاز، نميز بين الألوان. إذن حاسة السمع، عضو حاسة السمع هو الأذن. الأذن، عضو حاسة السمع الأذن. إذن بواسطة الأذن نسمع الأصوات، الموسيقى. إذن فتاة تنصت إلى الموسيقى. الشم، عضو حاسة الشم هو الأنف. إذن بواسطة الأنف نشتم الروائح الزكية، إذن كروائح الأزهار في هذه الصورة. الذوق، الذوق عضو حاسة الذوق هو ماذا؟ هو اللسان. إذن وبواسطة حاسة الذوق نتذوق الأشياء كهذا الطفل الذي يتناول الثلج. السؤال الثاني، ألون الحامض بالأصفر والحلوى بالأحمر. إذن الحامض بالأصفر والحلو بالأحمر. إذن الصورة الأولى لدينا ليمون، إذن الليمون الحامض نقوم بتلوينه باللون الأصفر. وفي الصورة الثانية حلوى، والحلوى لذيذة و يعني حلوة المذاق، إذن بالأحمر، حلوة المذاق إذن بالأحمر. أضع علامة في الخانة المناسبة. إذا لدينا سلة مهملات، باقة زهور، وأكل طعام. إذا رائحة المهملات والأزبال رائحة زكية أو كريهة؟ إذا رائحة كريهة، رائحة كريهة. باقة الورود رائحة زكية. الطاجن، الطعام الطازج، رائحة زكية. أكتب عبارة عام تحت السلوك الحسن ولا تحت السلوك السيء. إذن اللعب بالأدوات الحادة، إذن سلوك سيء. إذن نكتب لا، اللعب بالأدوات الحادة سلوك سيء، نكتب لا. غسل الأسنان بالفرشاة والسنون سلوك حسن، إذن نعم. الاستماع للأصوات القوية سلوك سيء، إذن لا. غسل اليدين بالماء والصابون سلوك حسن، إذا نكتب نعم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.